يعني نور العزة ترسمها بهذا اليوم. اليوم للصف الثاني ابتدائي إعداد وتقديم سمر علاء الدين من مدرسة القيم الابتدائية الأهلية. بالدرس السابق يا أبطال تعرفنا على حالات المادة، قلنا كم حالة للمادة يا حلوين، كم حالة للمادة الشروري، 3 حالات صلبة وسائلة وغازية، وقلنا الصلبة اللي نمسكها بإيدينا تسمى صلبة، السائلة اللي تنسكب مثل ماء حليب عصير، الغازية اللي هي الهواء مثل الهواء داخل البالونة أو المنطاد. وتعرفنا على عمليات المادة، التغيير اللي يحدث على المادة، عملية الانصهار، عملية الانجمام، عملية التبخر، عملية التكاثف. درسنا لهذا اليوم يا حلوين أثر الحرارة في المواد. ماذا نلاحظ في هذه الصورة؟ شنو ألاحظ بهذه الصورة سيفيد بالتكامرتك يا بطل؟ ماذا ألاحظ في هذه الصورة؟ يلا اختار واحد من الأطفال يشاركني. مصطفى بشار. نعم زوجتي، أهلا يا مصطفى، كيف حالك يا بطل؟ الحمد لله. الحمد لله. مصطفى، ماذا نلاحظ في هذه الصورة؟ سكة القطار. سكة القطار، ممتاز يا بطل، شكرا يا مصطفى. أسأل تلميذ آخر، شنو فائدة سكة القطار؟ هاي سكة القطار، أو شنو فائدة القطار؟ يلا يا أحمد سرمن. أحمد سرمن، أهلا يا أحمد، أهلا يا بطل. يلا يا أحمد، سكة هاي الحديد منو يمشي عليها، السيارة أم القطار؟ القطار القطار. شنو فائدة القطار؟ شنو فائدة القطار؟ إنه إحنا نستعمل القطار إنه نسافر بيه، ننقل البضائع. نسافر بيه. ممتاز، شكرا يا أحمد، بارك الله فيك أنت ومصطفى. أبطال الصغار، نلاحظ بالصورة أنا عندي سكة حديدية اللي يمشي عليها القطار، القطار اللي هو نسافر بيه، ننقل بيه البضائع، وننتقل بيه من مكان إلى آخر. أسألكم سؤال، من المصدر الرئيسي بالحرارة؟ احنا حاليا الجو الحار، احنا على الكرة الأرضية اللي عايشين بيها، اكو مصدر رئيسي ينطيني حرارة، حاليا الجو حار، منو سبب هاي الحرارة؟ منو ينطيني الحرارة على سطح الكرة الأرضية؟ منو مصدر الحرارة الرئيسي ينطيني حرارة وضوء؟ حسن، يلا يا حسوني. نعم سامسي، يا حسوني، كيف حالك يا بطل؟ بخير. الحمد لله. ما مصدر الحرارة على سطح الكرة الأرضية؟ من ينطي شمس. الحرارة؟ الشمس. ممتاز يا بطل، شكرا يا حسوني. العفو حبيبي، الشمس هي المصدر الرئيسي للحرارة. فأبطال الصغار، درسنا لهذا اليوم هو أثر الحرارة في المواد. رح نتعرف على ما تأثير الحرارة على المواد الصلبة والسائلة والغازية. سأتعلم في هذا الدرس المواد تتمدد بالحرارة وتتقلص بالبرودة. التمدد هو الزيادة في حجم المواد، والتقلص هو نقصان في حجم المواد. أبطالي الصغار، نشاهد فيديو، أتمنى من الجميع يركز على الفيديو، بعدها نبدي موضوعنا، موضوعنا جدا سهل وبسيط. أتمنى من الجميع يركز لي على الفيديو يا حلوين. وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس العلوم العامة. درسنا لهذا اليوم بعنوان تمدد المواد بالحرارة. أعزائي الطلاب، لعلكم لاحظتم أسلاك الكهرباء صيفا كيف تكون؟ تكون مرخية نوعا ما، وفي فصل الشتاء تكون مشدودة، وأيضا عند استخدامك لميزان حرارة ووضعه في ماء بارد ماذا يحدث للزئبق؟ ينخفض الزئبق في الميزان، وعند وضع الميزان في ماء ساخن ماذا يحدث للزئبق؟ يرتفع الزئبق في الميزان. هذه الظاهرة نسميها التمدد الذي هو موضوع درسنا لهذا اليوم، وفيه سوف نتعلم تمدد كل من المواد الصلبة
المواد السائلة والمواد الغازية وأيضا تطبيقات عليها. ونبدأ الآن أحباء الطلاب بتمدد المواد الصلبة من خلال هذا النشاط. لاحظوا هذا النشاط وسجلوا الملاحظات. نشاهد قضيبا فلزيا طرفه الأيمن مثبت والطرف الأيسر يتصل بمؤشر يمكن من خلاله ملاحظة التمدد. سوف نقوم الآن بتسخين هذا القضيب بواسطة لهب بنزين. لاحظ المؤشر، هل يتحرك المؤشر؟ انظر، على ماذا يدل ذلك؟ سجل الآن ملاحظاتك. والآن أعزائي الطلاب، بعد أن رأينا هذا النشاط، ما هي ملاحظاتكم؟ الملاحظة هي ازداد طول القضيب بعد التسخين. إذن ما هو الاستنتاج؟ الاستنتاج أن المواد الصلبة تتمدد بالحرارة، وكما رأينا فإنه عند تسخين قضيب بلهب بنزين فإن هذا القضيب يتمدد بالحرارة، أي يزداد طوله. فهل التمدد يعني فقط زيادة في الطول؟ إذن كيف تتمدد المواد الصلبة؟ تعالوا نشاهد هذا النشاط. هذه التجربة تسمى تجربة الكرة والحلقة، وكما ترون فإن الكرة تدخل في الحلقة بسهولة. الآن نشعل اللهب ونسخن الكرة قليلا من جميع الجهات. لاحظ، نقلب الكرة على اللهب، سوف نطفئ اللهب الآن، ثم نحاول إدخال الكرة في الحلقة. ماذا تشاهدون؟ سجلوا الملاحظات ثم نقوم بتبريد الكرة في الماء ونحاول إدخال الكرة مرة أخرى في الحلقة. سجلوا الملاحظات. والآن بعد أن قمنا بهذا النشاط، ما هي الملاحظات؟ الملاحظة لم تدخل الكرة في الحلقة بعد التسخين. إذن ما هو الاستنتاج؟ نستنتج أن المواد الصلبة تتمدد في جميع الاتجاهات، بمعنى في الطول والعرض والارتفاع. أحباء الطلاب، شكرا يا أبطال الصغار لحسن الإصغاء. موضوعنا اليوم يتكلم عن التمدد. ما معنى التمدد؟ هو زيادة في حجم المواد بالتسخين. مثل ما لاحظتوا بالفيديو، قام بعمل تجربة ووضح لنا صور أسلاك الكهرباء. إذا تلاحظون بالصورة اللي موجودة أمامكم، هنا أنا عندي أسلاك الكهرباء. أسلاك الكهرباء الموجودة عليها علامة حمراء. أسلاك الكهرباء في فصل الصيف يكون فصل الصيف حار نتيجة حرارة الشمس، كنا لأن المصدر الرئيسي للحرارة هي الشمس. الأسلاك الكهربائية بما أنه هي صلبة تتمدد، يعني هنا الأسلاك الكهربائية تكون مرتخية. لماذا مرتخية؟ لأن متمددة بفعل الحرارة. يعني التمدد هو زيادة في حجم المواد. معنى التمدد هو زيادة في حجم المواد. من أعرض جسم صلب للحرارة يزيد حجمه، كذلك عن الحالة السائلة. الحالة السائلة أيضا تتمدد بالحرارة، يعني يزيد حجمها. والحالة الغازية أيضا يزيد حجمها من أعرضها للحرارة. وراح نشاهد أنا وياكم فيديوهات توضح تأثير الحرارة على المواد الصلبة والسائلة وكيفية تمددها وتقلصها. إذن يا أبطالي الصغار، ما معنى التمدد؟ هو زيادة في حجم المواد. هو زيادة في حجم المواد. إحنا قلنا دائما إحنا من نخرج بالشارع شنو نشاهد؟ نشاهد أسلاك الكهرباء خصوصا في فصل الصيف تكون مرتخية بسبب الحرارة، يتمدد حجمها. كذلك عندي الأبواب، يتركون مسافة بين الأبواب. لماذا تترك مسافة بين الأبواب؟ لأنه الأبواب تعتبر مادة صلبة، صيفا تتمدد يزيد حجمها، وبالشتاء تنكمش تتقلص ينقص حجمها. إذن أبطالي الصغار، ما معنى التمدد؟
ما معنى التمدد؟ أريد تكررون بعدي، هو زيادة في حجم المواد، هو زيادة في حجم المواد. ما معنى التمدد؟ هو زيادة في حجم المواد. يعني أني جسم مثل ما لاحظتوا بالحلقة، جسم الصلب الكرة والحلقة، من عرض الكرة للحرارة بعد ما دخلت داخل الحلقة هاي أسميها تمدد، زاد حجمها. متى يزيد حجم الأجسام الصلبة والسائلة والغازية؟ يزيد حجمهن من أعرضهم للحرارة. إذن ما معنى التمدد؟ هو زيادة في حجم المواد. أهلا يا تمارا، ما معنى التمدد يا أبطال؟ هو زيادة في حجم المواد. ما معنى التمدد؟ هو زيادة، أريد تكررون بعدي، ما معنى التمدد؟ هو زيادة في حجم المواد. ما معنى التمدد؟ هو زيادة في حجم المواد. أسأل واحد من الأبطال. كوثر. نعم سانسي. يا كوثر، ما معنى التمدد؟ هي زيادة حجم المواد. زين أسألك يا كوثر يا حلوة، هنا أنا عندي الأسلاك الكهربائية، ماذا نلاحظها في فصل الصيف؟ كيف تكون مشدودة أم مرتخية؟ مرتخية. مرتخية، لماذا مرتخية؟ بسبب الحرارة. بالحرارة، شكرا يا كوثر، بارك الله فيك. أسأل تلميذ آخر، احنا قلنا المواد صلبة والسائلة والغازية تتمدد، ما معنى التمدد؟ يعني يزيد حجمه، جسم نتيجة تعرضه للحرارة العالية راح يزيد حجمه، يزيد حجمه. ندير أبو الحسن، يلا يا أبو الحسن. أهلا يا بطل. أبو الحسن، ما معنى التمدد؟ هل هي زيادة بحجم مواد أم نقصان؟ ما معنى التمدد؟ زيادة بحجم المواد. أعرضها للحرارة لو للبرودة، بالتسخين لو بالتبريد. حرارة. بالحرارة. زين أسألك يا أبو الحسن، إحنا حاليا أسلاك الكهرباء تكون مرتخية أم مشدودة؟ إحنا حاليا في فصل الصيف والجو حار، تكون أسلاك الكهرباء مشدودة أم مرتخية؟ مرتخية. لماذا تكون مرتخية؟ بسبب شنو ارتخت؟ بسبب الحرارة. ممتاز يا بطل، بارك الله فيك. ارتخت يعني زاد حجمها، تمددت يعني هي حاليا مرتخية لأن هي تمددت لأن زاد حجمها. التمدد معناته زيادة في حجم المواد، والتمدد يحصل بالمواد الصلبة والسائلة والغازية. عكس التمدد التقلص، عكس التمدد التقلص هو نقصان في حجم المواد. في فصل الشتاء نلاحظ الأسلاك الكهربائية، لاحظوا لي هاي الصورة، هاي في فصل الشتاء الأسلاك الكهربائية تكون مشدودة، تكون الأسلاك الكهربائية مشدودة لأن الجو بارد. عندي أيضا الخرطوم الماء اللي إحنا نسميه خراطيم الماء أو نسميها الصوندة مال الماء، تكون خرطوم الماء في فصل الشتاء تكون جدا صلبة مشدودة، جدا صلبة. أما في فصل الصيف من نمسك خرطوم الماء تكون ممدودة، أقدر أستعملها مو منكمشة على نفسها لأنه الجو حار، فتكون خرطوم الماء أقدر أستعملها بسهولة، متمدد أكثر. فالتقلص هو نقصان في حجم المواد، فشي يتقلص ينقص بحجمه. التقلص يحدث على المادة الصلبة والمادة السائلة والمادة الغازية. لأوضح لكم أكثر، أريد تشاهدون هذا الفيديو يا أبطال، يوضح لي معنى التمدد على المواد الصلبة والتقلص أيضا على المواد الصلبة. تشاهدون الفيديو وبعدها نشرحه. الأدوات: موقد نار، جهاز الكرة والحلقة، وهو جهاز مكون من سلسلة وكرة نحاس
وخلق. مرر الكرة في الحلقة. مررها في الحلقة للمرة الثانية. استنى لما الكرة تبرد وارجع مررها تاني. المشاهدة، بنلاحظ ان الكرة في حالتها العادية مرت من الحلقة، لكن لما سخنت الكرة ما مرتش من الحلقة. لما سبناها تبرد رجعت تمر من الحلقة تاني. شكرا يا أبطال. أسألكم يا حلوين، الكرة، الكرة بيا حالة، الكرة بيا حالة، الكرة اللي عرضها داخل الحلقة، الكرة يا حالة. أسأل ضي. نعم سمسي. أهلا يا ضي، كيف حالك يا حلوة؟ الحمد لله. ضي، الكرة يا حالة؟ حالة صلبة. حالة صلبة. الكرة من عرضها للحرارة، من عرضها للحرارة شنو حدث بيها؟ دخلت داخل الحلقة؟ ضي تسمعيني ماما؟ نعم. الكرة من عرضها للحرارة شنو حدث بيها؟ كبر حجمها أم صغر حجمها؟ كبر. كبر حجمها، دخلت داخل الحلقة؟ لا. لا، إذن ها شو نسميها من زاد حجمها؟ شو نسميها من ازداد حجم الكرة؟ تمدد أم تقلص؟ تمدد. شكرا يا ضي، بارك الله فيكي. لاحظنا يا حلوين انه الكرة الصلبة من عرضها للحرارة شنو حدث بيها؟ زاد حجمها، ما دخلت داخل الحلقة، هاي اسميها تمدد، تمددت يعني زاد حجمها. بعدها من تركها تبرد الكرة رجع دخلها داخل الحلقة، شنو حدث بيها؟ يعني عرضها البرودة، بردت. شنو حدث بالكرة؟ شنو حدث بالكرة؟ تقلصت، تعرضت للبرودة، يعني صغر حجمها. أسأل تمارا. تمارا. نعم سامسي. أهلا يا تمارا، كيف حالك يا حلوة؟ بخير والحمد لله. الحمد لله. تمارا، الكرة الصلبة من عرضها للحرارة شنو حدث بيها؟ قامت ما تدخل يعني ما تدخل، يعني يصير تجينا عافية، يعني زاد حجمها، يعني زاد حجمها، زيادة الحجم شنو أسميه؟ تمدد أم تقلص؟ تمدد. تمدد. وبعدها من تركها تبرد، من تركها تبرد شنو حدث بيها؟ دخلت داخل الحلقة؟ ايه دخلت. يعني هاي شو سميتها؟ نقص حجمها، شنو اسميها من صغر حجمها؟ تقلص لو تمدد؟ تقلص. تقلص. شكرا يا تمارا، بارك الله فيك. شكرا سانتي. عفو حبيبتي. الأجسام الصلبة عرضتها للحرارة تمددت، الأجسام الصلبة عرضتها للحرارة شنو صار بيها للكرة؟ تمدد، تمددت يعني زاد حجمها بالحرارة، من عرضتها للبرودة تركها تبرد، دخلت داخل الحلقة يعني تقلصت، صغر حجمها. رح أسألكم واحد واحد يا أبطال، رح أسألكم واحد واحد. أحمد سرمد. أحمد سرمد. نعم تنسي. يلا يا أحمد، الكرة من عرضتها للحرارة شنو حدث إلها؟ التسخين. اي من عرضتها للتسخين، زاد حجمها ام صغر حجمها؟ زاد حجمها. زين، هذا شنو اسمي زياده في حجم المواد؟ شنو اسميها؟ اسميها تمدد ام تقلص؟ تقلص. لا، هي زاد حجمها، فشي ده يزيد حجمه شنو اسميه؟ تمدد، يعني كبر حجمه. شنو اسميه؟ تمدد ام تقلص؟ تمدد. تمدد. ممتاز يا بطل، شكرا يا أحمد. مصطفى. نعم سانسي. مصطفى، الكرة من تركها تبرد شنو حدث بيها؟ كبر حجمها أم تقلصت؟
قلصت. تقلصت، هاي شنو أسميها العملية؟ من صغر حجمها بسبب البرودة، أسميها تقلص أم تمدد؟ تقلص. تقلص، ممتاز يا مصطفى، بارك الله فيك. سيوفي، أهلا يا سيوفي. سيوفي، الكرة، الكرة من عرضتها للحرارة شنو حدث بيها؟ زاد حجمها أم قل؟ زاد زاد حجمها، شنو أسمي هذا؟ عملية زيادة حجمها، تمدد. تمدد، ممتاز يا بطل. أحتاج تسخين أم تبريد؟ إذا يريدون همين ترجع الطب لازم تبريد. ممتاز يا بطل، أنا قصدي التمدد، إنه التمدد زيادة حجم المواد، شلون خلى الكرة يزيد حجمها؟ عرضتها التبريد لو تسخين؟ تسخين. تسخين، ممتاز يا بطل، بارك الله فيك. يلا يا كوثر. نعم سانسي. أهلا يا كوثر. كوثر، الكرة من عرضتها للحرارة شنو صار بحجمها؟ تمدد. تمدد، ممتاز يا بطل. وفي حال تركتها تبرد شنو صار بحجمها؟ زاد أم تقلص؟ تقلص. تقلص، شنو أسمي هذا النقصان بحجمها؟ قل حجمها، شنو أسميه؟ تمدد لو تقلص؟ تقلص. تقلص، ممتاز يا حلوة، بارك الله فيكي. شكرا يا كوثر. ضي، نعم سامسونج. يا حلوة، ضي، الكرة من عرضتها للحرارة زاد حجمها، شنو أسمي هاي الزيادة بحجمها؟ أم الكرة من عرضتها للحرارة، الكرة الصليبة من عرضتها للحرارة زاد حجمها، شنو أسمي هاي العملية بزيادة حجمها؟ شنو أسميه؟ تمدد أم تقلص؟ تمدد. تمدد يا حلوة. من تركها يبرد شنو صار حجم الكرة؟ أصغر. صغر حجمها، شنو أسمي هذا من تقلص صغر حجمها؟ تقلص. تقلص، ممتاز يا وردة، بارك الله فيكي. زينب وسام، يلا يا زنوبة. نعم سانسي. أهلا يا زنوبة. زنوبة، الكرة من عرضتها للحرارة شنو حدث بيها؟ كبرت. كبر حجمها، شنو أسمي هاي من زاد حجمها وكبرت شنو أسمي؟ عملية التمدد. ممتاز يا وردة. ومن خليتها تبرد الكرة، عفوا الكرة من بردت شنو صار بحجمها؟ صغر حجمها، شنو أسميه من تقلص وصغر حجمها؟ يا عملية أسمي هاي عملية التقلص. عملية التقلص، ممتاز يا حلوة، شكرا يا زنوبة. اختار تلميذ آخر. التمدد عكس التقلص، التمدد يحتاج يعني زيادة بحجم المواد فشي ده يزيد نتيجة التسخين، أما التقلص فشي ده يصغر نتيجة تعرضه للبرودة للتبريد. عندي هنا رقم تعرفوني على اسم التلميذ أو التلميذة، ما مذكور اسم؟ نعم سانسي. تمارا. نعم. أهلا يا تمارا، يلا يا حلوة تمارا. الكرة الصليبة من عرضتها للحرارة شنو حدث بيها؟ حدث بيها شايف السلسلة يعني هاي يعني ما قدرت تدخل بيها مو سمعت يعني كبرت يعني زاد حجمها. هاي شنو أسمي العملية من زاد حجمها؟ أسميها تمدد أم تقلص؟ تمدد. ممتاز يا وردة، شكرا يا تمارا. غياث، شكرا. عفو حبيبتي. غياث، نعم سانسي. أهلا يا غياث. غياث، الكرة الصليبة من تركها تبرد ماذا حدثت للكرة الصليبة؟ هل هي زاد حجمها أم قل حجمها من تركها تبرد؟ صغرت. قلصت، شو أسميها العملية من قلص صغر حجمها؟ تمدد أم تقلص؟ التقلص. تقلص، ممتاز يا بطل، بارك الله فيك. أبو الحسن، نعم سامسي. أهلا يا أبو الحسن. الكرة الصلبة
من عرضتها للحرارة ماذا حست للكرة؟ للكرة من عرضتها للحرارة شنو صار للكرة؟ صغر حجمها؟ كبر حجمها؟ شنو أسميها؟ أنه أنا زاد حجمها بالحرارة شنو أسميها؟ ممتاز يا بطل، بارك الله فيك. ياسر نعسيت. أهلا يا ياسر. ياسر، الكرة من تركها تبرد ماذا حدثت للكرة من تركها تبرد؟ الكرة الصلبة صغر حجمها أم كبر حجمها؟ كبر. لا، من تركها تبرد، من تركها للكرة تبرد شنو حدث بيها؟ زاد حجمها أم تقلص؟ قدرت تدخل داخل الحجم؟ لا، قل قل حجمها. هي من عرضها للتبريد، من خلاها تبرد الكرة وبعدها دخلها داخل الحلقة، قدرت تدخل داخل الحلقة، إذا شنو صار بيها؟ زاد حجمها لو قل؟ قل. قل، إذا هذا النقصان بحجمها، شو نسمي هذا النقصان؟ فتشي نقص بحجمه، شنو أسميه؟ تقلص لو تمدد؟ يعني فتشي دي يصغر حجمه، تقلص، ممتاز يا بطل، بارك الله فيك. التقلص هو نقصان، يعني جسم دي يصغر حجمه. حسن شارك، محمد أنس، محمد أنس، يلا يا حمودي. إذن يا حمودي، الكرة الصلبة يا حمودي من عرضتها للحرارة شنو حصل بيها؟ كبرت. زاد حجمها، شنو أسمي هاي الزيادة بحجم الجسم؟ حرارة. هو عرضتها للحرارة تمدد، عفية. ومن حال في حالة إنه تركتها تبرد وصغر حجمها، هذا من صغر حجمها شنو أسميها؟ يعني تقلصت، يا عملية أسميها؟ عملية تبريد. من عرضتها إيه؟ تركتها تبرد، شنو أسميها من صغر حجمها؟ تقلص لو تمدد؟ تقلص. تقلص، ممتاز يا بطل، بارك الله فيك. جنة. أنسانسي. أهلا يا حلوة. الكرة الصلبة من عرضتها للتسخين شنو حدثت بيها؟ ماذا حدث للكرة الصلبة من عرضتها للحرارة؟ زاد حجمها أم قل؟ زاد. شنو أسمي هاي العملية؟ من يزيد حجمها؟ نعم جنة، ماما تسمعيني؟ نعم جنة حبيبتي، الكرة الصلبة من عرضتها للحرارة زاد حجمها، هاي الزيادة شنو أسميها؟ تمدد أم تقلص؟ تمدد. ممتاز يا وردة، شكرا يا جنة. هاجر. نعم سانتي. أهلا يا هاجر. هاجر، الكرة الصلبة من تركتها تبرد ماذا حدث للكرة الصلبة من تركها تبرد؟ صغر حجمها أم كبر حجمها؟ كبر، صغر حجمها. صغر حجمها، هاي النقصان بحجمها شو نسميه؟ التقلص. التقلص، ممتاز يا وردة، بارك الله فيكي. إذا أبطال الصغار درسنا تعرفنا عليه هو التمدد والتقلص، يعني التمدد زيادة في حجم المواد، يعني الجسم من عرضة للحرارة جسم الصلب يزيد حجمه، يزيد حجمه أسميه تمدد، تمدد يعني كبر حجمه. التقلص لا، من عرضته للبرودة تركته يبرد الجسم الصلب شنو يحدث به؟ انكمش، صغر حجمه. التقلص يعني هو فتشي دي ينقص حجمه نتيجة تعرضه للبرودة. أنتقل لكم إلى التجربة الثانية يا أبطال، انتبهوا وياي. التجربة هسه على المواد السائلة، لأن احنا قلنا التمدد والتقلص يحدث على المواد الصلبة والسائلة والغازية. التجربة اللي أمامكم راح تتحدث على تمدد السوائل وتقلصها. أتمنى أن الجميع يركز وياي يا حلوين. أدوات التجربة، نقوم بوضع. طبعا عندي هنا وعاء بماء حار بماء ساخن يغلي، واخذ وعاء اخر
هذا الوعاء وضع به ماء وأنبوبة، وضع هذا الوعاء الصغير داخل هذا الماء اليغلي. ماذا نلاحظ من ترك فترة ماء يغلي؟ ماذا نلاحظ بالأنبوبة؟ أريد تشاهدون على الأنبوبة يا حلوين. عندي وعاء بأنبوبة وضع داخل ماء يغلي، ماذا نلاحظ للماء من يتعرض للحرارة؟ نشاهده رح يتمدد، يعني يزيد حجمه أم يقل؟ أريد تستنتجون وياي يا أبطال، أريد تلاحظون وياي يا حلوين. تركه لمدة 10 دقائق والماء دا يغلي. لاحظوا بالأمامكم ماذا راح يحصل للماء؟ الماء تمدد، زاد حجمه، الماء بدأ يصعد بالأنبوبة نتيجة التمدد، تعرض للحرارة والحرارة عالية بدأ يتمدد، يعني زاد حجم الماء. ماذا حصل للماء؟ ماذا حصل للماء؟ قدر يصعد للأنبوبة، زاد حجمه، زاد حجمه يعني تمدد. التمدد هو زيادة في حجم المواد نتيجة تعرضه للحرارة، فصعد الماء إلى الأنبوبة. وعند وضع هاي الأنبوبة في وعاء آخر، في وعاء فيه ماء بارد فيه ثلج، ماذا يحدث؟ ماذا نلاحظ؟ أنه الماء رح ينزل من الأنبوبة، رح ينكمش، ينقص حجمه. إذن التمدد والتقلص أيضا يحدث على السوائل. من عرضت هذا الماء، عرضت إلى ماء الأنبوبة، وضعتها في ماء يغلي، ماذا حدث بيها؟ صعد الماء في الأنبوبة، يعني تمدد السائل، زاد حجمه، التمدد زاد حجمه نتيجة تعرضه للحرارة. ومن وضعت هذا الأنبوب وضعته في وعاء بماء بارد، ماذا يحدث إليه؟ ينكمش، يقل، ينقص حجمه. إذا راح أسألكم، أريدكم تجاوبوني، ماذا حدث للسائل اللي وضعت هاي الأنبوبة؟ وضعتها في ماء ساخن، ماذا حدث؟ هل هي مدت، زاد حجمها أم تقلص؟ اللي يعرف يرفع لي إيده. حسن، يلا يا حسوني. نعم سمنتي. يا حسوني، حسوني، الماء من عرضته للحرارة هل هو تمدد أم تقلص؟ تقلص. من عرضته للحرارة هل احنا تمدد، زاد حجمه. انت شاهدت التجربة؟ نعم. نعم، انه الماء صعد للأنبوبة لو بقى؟ صعد. صعد للأنبوبة، يعني شنو صار بي؟ تمدد، زاد حجمه لو قل حجمه؟ زاد حجمه. زاد حجمه نتيجة شنو زاد حجمه؟ عرضته للتسخين أو للتبريد؟ تسخين. التسخين، شكرا يا حسوني. بارك الله فيك. أسأل تلميذ آخر. أحمد سرمد. نعم فانسي. يا بطل أحمد، من الماء وضعته في الماء هو حالة سائلة، من وضعته في ماء يغلي ماذا حدث؟ هل صعد الماء إلى الأنبوبة؟ لو نقص حجمه، من عرضته للحرارة زاد حجمه أم قل حجمه؟ زاد حجمه. زاد حجمه، هاي الزيادة شنو أسميها يا عملية؟ عملية يا عملية التمدد لو التقلص؟ التمدد، عملية التمدد. عملية التمدد، زين نفس هذا الوعاء وضعته في ماء، به ماء بارد ثلج، ماذا يحصل للماء؟ هل يصعد للأنبوبة؟ نعم. لا، من أضع هذه الأنبوبة أضعها في ماء بارد، شنو يحدث بيها؟ يزيد لو ينقص؟ ينقص. ينقص، ممتاز يا بطل، بارك الله فيك. أبطال الصغار أريدكم تميزون، من أضع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية بالحرارة تتمدد، بالحرارة تتمدد، الصلبة والسائلة والغازية ماذا يحصل لها بالحرارة؟ تتمدد. أريد الجميع وياي يا حلوين ركزوا وياي، المواد صلبة أم سائلة أم غازية ماذا يحصل بها؟ ما
بالحرارة تتمدد، وبالبرودة بنعرضها للبرودة ينقص حجمها، تنكمش ينقص حجمها يعني يقل حجمها نتيجة التبريد. أسأل تلميذ آخر. سيف، سيف افتح لنا الكاميرا يا سيوفي. ماما صوتي واضح تسمعوني؟ أسأل جنة. يلا يا جنة. نعم سنسي. جنة، الماء من وضعته في داخل الماء الحار ماذا حدث؟ هل زاد حجمه أم قل حجمه؟ زاد. زاد حجمه. هاي زيادة شنو أسميها يا جنة؟ شنو أسميها؟ التمدد. التمدد. ممتاز يا وردة، شكرا يا جنة. عفو حبيبتي. حسوي لكم مسابقة يا أبطال، حسألكم سؤال أفتح لكم الشات جاوبوني بي أسرع، أربعة وما يكونون فائزين. السؤال هو، فتحت لكم الشات، السؤال هو المواد يزيد حجمها بالحرارة شو نسمي هاي العملية؟ المواد من يزيد حجمها بالحرارة من أعرضها الحرارة صلبة سائلة غازية شو نسمي هاي العملية؟ ممتاز يا جنة. محمد أنس، زينب وسام، حسن. ممتاز يا أبطال الصغار، تمارا، كوثر، سيف، أبو الحسن، ياسر، هاجر. ممتاز يا أبطال الصغار. أريد تصفيق للصف الثاني المتميزين، أريد تصفيق لأنفسكم. بارك الله فيكم يا أبطال. أريد نشاط، أريد تصفيق لأنفسكم يا حلوين. بارك الله فيكم. السؤال الثاني، مستعدين للسؤال الثاني؟ في حال نقص حجم المواد، المادة عرضتها للتبريد، عرضتها للبرودة، ماذا يحصل للمواد السائلة والصلبة والغازية؟ في شنو أسمي هاي العملية؟ هل هي من ينقص حجمها، يصغر حجمها، شنو أسميها؟ أتابع إجاباتكم. محمد أنس، زين معاذ، حسن علي. ممتاز، تقلص. شنو أسميها حسن علي حبيبي؟ مو تكبر حجمها، هي إحنا نقول دي يصغر حجمها، تتقلص من أعرضها للتبريد، من أعرضها للبرودة، ماء بارد، من وضعنا الأنبوبة في ماء بارد شنو حدث بيها؟ بعد ما صعد الماء إلى الأعلى ما زاد حجمه، نقص، صغر حجمه، هاي أسميها تقلص، أسميها تقلص. ممتاز يا أبطال الصغار، بارك الله فيكم. احنا شاهدنا تقلص المواد وتمددها على الحالة الصلبة على الحالة السائلة. أبطال الصغار راح ننتقل إلى الحالة الغازية، ننتقل إلى الحالة الغازية. أتمنى من الجميع يركزوا وياي يا حلمين، بعدها راح أسألكم ماذا لاحظتم بالفيديو. الأدوات المطلوبة عندي هنا قنينة مي وبالونة وعاء مملوء بالماء البارد وعاء ثاني به ماء ساخن. تجربة جدا بسيطة. الوعاء المملوء بالماء، أولا وضعت أنبوب المي، وضعت قنينة الماء اللي وضعت بها البالونة، وضعتها بالماء الساخن. ماذا نلاحظ؟ ماذا نلاحظ البالونة؟ ماذا حدث للبالونة؟ ماذا حدث للبالونة؟ زاد حجمها، لأن أنا وضعت قنينة المي بالماء الساخن، شنو حدث بالبالونة؟ زاد حجمها. بعد كررت التجربة، وضعت نفس قنينة المي والبالونة في وعاء ماء بارد، لاحظوا وياي ماذا حدث للبالونة؟ احنا قلنا البالونة هي مملوءة بالهواء، حالة غازية، شنو حدث بيها؟ تقلصت،
نقص حجمها. شكرا يا أبطالي، حسن الإصغاء. إذن البالونة من أخذنا التجربة يا حلوين، غلينة مي وضعت عليها بالونة. عندي وعاءين، وعاء ماء حار وعاء ماء بارد. من وضعت البالونة، قلنا إحنا البالونة هي الحالة الغازية تم مملوءة بالهواء. من وضعتها في الماء الساخن، ماذا حدث للبالونة؟ من يعرف يجاوبني ماذا حدث للبالونة؟ ماذا حدث للبالونة؟ يا حسين، العفو غياس، يلا يا غياس. نعم سانسي. غياس، شاهدت التجربة يا بطل، من وضعت البالونة بالماء الساخن، شنو حدث بيها؟ زاد حجمها؟ سانسي أنا ما طالع لي التجربة، طالع لي صورة مكتوب بها التجربة التمدد. نعم. باللون الحرارة. التمدد البالونة بالحرارة، مشاهدة من وضعنا البالونة بالماء الحار وبعدين بالماء البارد؟ لا، أنا طالع عندي. شكرا يا غياس، رح أعيد لكم الفيديو ماما، الفيديو بدون صوت، أنا تكلمت فيه، رح أرضى وأرجع أشرحه مرة ثانية، أريد تنتبهون عليه يا حلوين. الأدوات اللي استعملها، عندي قنينة ماء وبالونة ووعاءين، وعاء مملوء ماء بارد وعاء ماء ساخن. لعمل التجربة، قنينة الماء اللي وضعت عليها البالون ووضعتها بالماء الساخن، غياث انتبهوا ويانا، هذا ماء ساخن، ماذا لاحظنا بالبالونة؟ شنو حدث بالبالونة من وضعتها بالماء الساخن؟ شنو حدث بيها؟ انه نفخت ملأت بالهواء زاد حجمها، لاحظنا ان البالونة زاد حجمها. نفخت البالونة بالهواء نتيجة تمددت وزاد حجمها. من وضعتها بالماء البارد ماذا حدث للبالونة؟ هذا ماء بارد، شنو حدث للبالونة؟ شنو حدث للبالونة؟ كمشت، قلص حجمها. قلنا هاي الحالة الغازية توضح لي تمدد المواد بالحالة الغازية، تمددها وتقلصها. يلا أسأل تلميذ آخر، زينب وسام. نعم سانسي. زنوبة، البالونة يا حالة؟ حالة صليبة. لا، البالونة يا حالة يعني حالة غازية أم سائلة؟ البالونة ليش نملأها بالهواء؟ ممتاز يا حلوة. من وضعت البالونة بالماء الساخن، شنو حدث فيها؟ شنو لاحظتي؟ تمددت، عافية، ممتاز يا حلوة. ومن وضعتها بالماء البارد شنو صار بيها؟ خلصت. شكرا يا وردة، شكرا يا زهرة حبيبتي. اختار تلميذ اخر، محمد صفادي، خلينا نتأخر للجلسة، ماما نحاول ندخل بوقت محدد للجلسة. اختار تلميذ اخر، مصطفى، يلا يا مصطفى. نعم سانسي. مصطفى، البالونة شنو حدث فيها من وضعتها بالماء الساخن؟ شنو لاحظت؟ كبر حجمها. زاد حجمها، شنو سميتها من زاد حجمها؟ يا عملية اسميها من يزيد حجمها؟ عملية التمدد. ممتاز يا بطل، ومن وضعتها بالماء البارد شنو حدث لها؟ عملية التقلص. ممتاز يا بطل، بارك الله فيك، شكرا يا مصطفى. اختار تلميذ اخر، غياث. يلا يا غياث. نعم شانسي. يلا يا بطل، شاهدت التجربة يا غياث؟ ايه. نعم، ماذا حدث للبالونة من وضعتها بماء ساخن؟ النفخت. يعني زاد حجمها، زيادة الحجم، شنو أسميها يا عملية؟ التمدد. ومن وضعت البالونة في ماء بارد شنو حدث إلها؟ اتقلصت. شنو نسمي هاي العملية من اتقلصت؟ التقلص. ممتاز يا بطل، بارك الله فيك، شكرا يا غياث.
شكرا يا غياث. إذا التمدد والتقلص، ما معنى التمدد؟ هو زيادة في حجم المواد بالحرارة نتيجة تعرضها للحرارة ويحدث بالمادة الصلبة والسائلة والغازية. التقلص يعني عكس التمدد، ينقص حجمه، ينقص حجمه نتيجة تعرضه للبرودة، تحدث المواد الصلبة والسائلة والغازية مثل ما لاحظنا بالتجارب يا أبطال. ما فائدة السكة الحديدية؟ شنو فائدة السكة الحديدية؟ شنو فائدة السكة الحديدية؟ ننقل بها البضائع والركاب. لماذا نترك مسافة بين القضبان السكة الحديدية والأبواب؟ لماذا تترك هاي المسافة؟ إذا تلاحظون في الصورة اللي موجودة أمامي، هنا أكو مسافة تاركيها بين القضبان السكة الحديدية، ونترك مسافة بين الأبواب، بين الباب والأرض. من ضمن الأبطال يجاوبني يعرف الإجابة. لماذا نترك مسافة بين الأبواب وبين القضبان السكة الحديدية؟ نترك مسافة. يعرف يجاوبني يرفع لي إيده أشاهده بالكاميرا. من يعرف يشارك ويا يا أبطال الإجابة؟ يلا يا أبو الحسن. نعم خانتي. يعني يا أبو الحسن، أبو الحسن لماذا نترك مسافة بين الأبواب وبين القضبان السكة الحديدية؟ هاي نترك مسافة لماذا؟ لماذا يحدث إلها بالصيفين؟ لماذا نترك مسافة بين قضبان السكة الحديدية والأبواب؟ لماذا نترك هاي المسافة؟ لأن ماذا يحدث إلها بالصيف؟ بالصيف تكون درجة الحرارة عالية. يعني شنو يحدث إلها هاي المواد الصلبة؟ شو يحدث إلها بالحرارة من يتعرض للحرارة؟ تتمدد. ممتاز، تتمدد. في حال ماذا يحدث إلها بالشتاء؟ الشتاء من تتعرض يكون الجو بارد. اي بالشتاء هاي المسافة الابواب والقضبان الحديدية ماذا يحدث لها بالشتاء؟ من تعرضها للهواء البارد يكون هواء بارد. شنو يحدث لها؟ يصغر حجمها. شنو نسميه يصغر حجمها؟ تتقلص. شكرا يا بطل، شكرا يا بطل. الابطال الصغار يتركون مسافة بين الابواب وبين القضبان الحديدية لأنه تحدث في فصل الصيف يكون الجو حار، تتمدد يزيد حجمها، وبالشتاء تتقلص. فدائما سكة الحديدية يكون بيناتها مسافة على مود من تتمدد أكو مسافة بيناتها، وكذلك من تتقلص. لأن إذا ماكو مسافة راح تنعوج السكة الحديدية وتسبب انقلاب القطار. فدائما يتركون مسافة بين القضبان الحديدية، تتمدد صيفا وتتقلص شتاء، لأن يعني بالصيف يكون الجو حار وبالشتاء يكون الجو بارد. لماذا تكون أسلاك الكهرباء مرتخية في فصل الصيف؟ لماذا تكون أسلاك الكهرباء مرتخية في فصل الصيف؟ يعرف يجاوبني من الأبطال. لماذا تكون أسلاك الكهرباء؟ يلا تمارا. تمارا، لماذا أسلاك الكهرباء تكون مرتخية في الصيف؟ مو هي محارة عالية، يعني مرتخية مو حتى هي تكبر. ممتاز. هاي من يزيد حجمها شنو أسميها؟ هاي عملية زيادة بحجمها شنو أسميها؟ تمدد لو تقلص؟ تمدد. 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 يا وردة شكرا يا تمارا. شكرا. عفوا حبيبتي. أبطالي الصغار كنا تتمدد أسلاك الكهرباء في فصل الصيف بسبب الحرارة، تمددت تزيد حجمها ونشاهدها تكون مرتخية، وفي فصل الشتاء تكون منكمشة تكون مشدودة لأنه يكون الجو بارد في فصل الشتاء فتنكمش أسلاك الكهرباء. ودائما مرات نكون إذا ما تركنا مسافة ماذا يحدث؟ إذا ما نترك مسافة دائما أسلاك الكهرباء من الكهربائي يترك مسافة ينطي زيادة، يعني في حال ما أنطي زيادة راح يصير تمدد وبعدها انكماش راح يسبب إلى انقطاع
أسلاك الكهرباء، كذلك بالسكة الحديدية دائما يتركون مسافة، يترك إنها مسافة تتمدد وبعدها تتقلص، تتمدد صيفا وتتقلص شتاء. لماذا تتفتت الصخور؟ لماذا تتفتت الصخور؟ أيضا عندي الصخور نتيجة تعرضها للحرارة والبرودة تتمدد وتتقلص. تتفتت الصخور لأنها تتعرض للحرارة، تمددت ذات حجمها وتتعرض للبرودة تتقلص، فهذا يؤدي إلى تتفتت الصخور نتيجة الانكماش والتمدد. والأضرار الناجمة من تقوى السكة الحديدية، هاي السكة الحديدية من تكون مقوسة ماذا يحدث؟ تحدث حوادث، تسبب حوادث، فدائما تكون السكة الحديدية تكون بصورة مستقيمة وتترك بيناتها مسافة، لأن إذا ما تركنا مسافة ماذا راح يحدث في السكة الحديدية؟ راح تتقوس، راح تتقوس وتسبب لي الحوادث. جدول التعلم يا أبطال، إنه أنا عرفت المواد تتمدد بالحرارة، ما هو التمدد؟ هو زيادة في حجم المواد، هو زيادة في حجم المواد. إلى هنا يا أبطال الصغار، إنه جلستني هذا اليوم، كنتم رائعين ومتميزين يا أبطال القيم. أحد عنده سؤال أو مفهم موضوع؟ أحد عنده سؤال؟ ماما يرفع إيده. إلى اللقاء يا أبطال الصغار، وبارك الله فيكم. للقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.